السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، عن باقي الانديه المصريه، وهنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول العناوين ومنها الى التفاصيل. مفاجاه صفقه تركي الشيخ الصادمه، ميدو يتهم مترجم فيتوريا، هروب ثنائي الزمالك للسعوديه، حصرت هيثم فاروق وثوره في لاعبي الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ. نروح على طول على اول فقره معانا. انا بحب دايما ابدا معاك الفيديو بتاعي بنوع من انواع الفكاهه، نوع من انواع الكوميديا، بنحب كده نلطف ونعطف في البدايه. صلاح سليمان، حد فيكم فاكر صلاح سليمان؟ صلاح سليمان مدافع الزمالك ومدافع الانابيب البتروليه السابق، قال لك خط الزمالك دلوقتي بيعاني من سوء التنظيم الفني ولعيبه الزمالك لازم تتعلم مننا زمان. صلاح احنا اسفين يا صلاح، صلاح ده كان، لا مش صلاح وعبد الفتاح، لا ده صلاح ده كان فالخير على كل الاهلاويه. يعني تنزل كده تشكيله الاهلي والزمالك، اول حاجه بص عليها صلاح وعمرو الصفدي، صلاح سليمان وعمرو الصفدي، الاقي الاثنين دول قلبي ينشرح، قلبي يطمن، احنا هنكسب النهارده يا جماعه وسكور، وضامنين ضرب الجزاء وطرد. صلاح هو كان فيه زي صلاح ده، صلاح وعمرو الصفدي ده كانت اهم ثنائيه دفاعيه عبر تاريخ الكره المصريه. واتمنى اتمنى لعيبه الزمالك تتعلم، وخط دفاع الزمالك لازم يتعلم من اللي كان بيعمله صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق. الاسماعيلي حاله لا يسر عدو ولا حبيب. الاسماعيلي برازيل الكره المصريه وبرازيل العرب. الاسماعيلي اللي راح ورا الشمس، اللي راح في الوباء. للأسف الشديد جمهور الإسماعيلي وإدارات الإسماعيلي عبر سنوات وسنوات لم يكن تركيزهم في كيفية إنقاذ الإسماعيلي والعمل من أجل صالح الإسماعيلي بقدر ما كان العمل على عرقلة النادي الأهلي والحديث عن أمور لا تقدم ولا تؤخر في الكرة المصرية. الإسماعيلي اللي إداراته كانت بتلعب على مشاعر جماهيرها، هو الاهلي ليه ما بيجيش يلعب في الاسماعيليه؟ الاهلي ليه ما بيجيش يلعب في الاسماعيليه؟ جمله رنانه فضلنا نسمعها 10 سنين ورا بعض وتزيد. خلال العشر سنين دي كان حال الاسماعيلي من سيء لاسوء، يتدهور تدهورا رهيبا. اسماعيل النهارده وصل بيه الحال، واتمنى من اداره نادي الاسماعيلي تطلع تكذب الكلام ده، وصل بيه الحال يا جماعه انه يلم ازايز الزيت والازايز البلاستيك عشان يبيعها وبفلوسها يسدد لعيبه الاسماعيلي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا حزن الحزن، جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. هتسرحوا عربيات بيك يا قديمه للبيع، وتخلوا الناس تلم لكم ازايز البلاستيك وازايز الزيت وتلموها والكنزات وتلموها وتبيعوها؟ اتمنى المعلومه تكون غلط، لان المعلومه لو صح هتبقى مصيبه سودة وقعت على دماغ الاسماعيلي من فوق. عايز اقول نادي الزمالك كابتن هيثم فاروق، كابتن هيثم فاروق، يعني انا ما اعرفش تاريخ هيثم فاروق بصراحه يا جماعه، ولو حد يعرف تاريخه يا كاتب التاريخ النبي استنى شويه حياه عيالك خمس دقايق بس نعرف تاريخ هيثم فاروق في كره القدم ايه. هيثم فاروق بيهاجم ويسقط ويلسن على احمد فتوح، لاعب منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك الحالي، لمجرد ان اللاعب بص لمصلحته. سبحان الله، سبحان الله على تفكير جمهور الزمالك ورموز الزمالك ولاعيبه الزمالك السابقين اللي بيعملوا نفسهم اساطير من ورق
قلت لكم القاعدة وهنفضل حافظينها، خليكم فاكرين مش ناسيين، حلال الزمالك حلال ده حلال، وحرام الزمالك برضو حلال. يبقى في كده قاعدتين، حلال حلال، الحلال حلال والحرام حلال برضو. الناحية التانية بقى نعكس، حلال الأهلي حرام وحرام الأهلي حرام، يبقى هنا في اتنين حلال وفي هنا اتنين حرام. هيثم فاروق بيهاجم أحمد فتوح اللي بيشوف مصلحته، اللي بيشوف أكل عيشه. مش هو ده الاحتراف يا اخوانا؟ مش هو ده الاحتراف اللي طلع مدحت شلبوكة ملك الدنابوكة قال لك فيها ايه يعني، قال لي يا اللي بايعني لو تطوعني يا واد وتميل، ايه يعني اما رمضان يروح لبيراميدز بيدور على مصلحته؟ ولو انت شغال في شركة وجات لك فلوس في شركة تانية اعلى هتسيب الشركة القديمة. كل الاعلام دعم موقف رمضان صبحي لما كان عايز يمشي من الاهلي وفضل عرض بيراميدز على الاهلي. النهارده هو والله هو هي الاشخاص، لكن الموقف مغاير. كان زمان الاهلي دلوقتي الزمالك، كان زمان رمضان دلوقتي فتوح. هيثم فاروق قال لك اكثر اللاعبين حقارة هو من يعطيك ظهره وانت في احتياج اليه ويستغل الظروف ليفرض شروطه. أغبياء هذا العصر هم من يعتقدون أنهم أذكى البشر. أؤيد قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك ضد أي متمرد. الله، هو إيه رأي كابتن أحمد هيثم فاروق؟ في ظهور أحمد فتوح مع لعيبة الأهلي امبارح. أعتقد الرد وصلكم، هي التويتة دي. كنا من اوائل الناس اللي اتكلمنا عن طرح، وفي فرق ما بين ان اتحاد الكوره بيدرس او في اقتراح او في طرح، وفرق ما بين ان خلاص القرار اتاخد. كنا من اول من انفرد بان في اقتراح ان كابتن سيد عبد الحفيظ يتواجد في منصب مدير الكوره في منتخب مصر. ليه؟ لان منتخب مصر الدنيا مايله حبتين، الدنيا بايظه ثلاث حبات، فمين اللي هيعدل المايلة؟ سيد عبد الحفيظ، في غيره؟ الغريب بقى ان محمد غرابة ده يا جماعة مين اللي جابه؟ ها، مين اللي جاب محمد غرابة؟ حازم امام. مين اللي اشار بيه؟ حازم امام. فلما جيت طرح اسم سيد عبد الحفيظ قلت لكم في الفيديوهات بتاعتي ثلاثة لازم هم اللي يقرروا وجود سيد عبد الحفيظ. ثلاثة دول لو وافقوا سيد عبد الحفيظ من الصبح مدير كرة منتخب مصر. مين هم الثلاثة؟ واحد، روي فيتوريا المدير الفني، لأن مفيش أي عنصر جديد في المنتخب هيخش إلا بموافقة فيتوريا. وفيتوريا دماغه مع حازم إمام، هو طبق ملوخية على حبة كفتة على حبة كبدة على حبة كباب ورغيف حواوش هيلم الليله. كابتن حازم امام هو صاحب القرار الثاني، وكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن حازم امام هو اللي جاب غرابه، فمش معقول هيمشي صاحبه او هيمشي اللي تبعه عشان سيد عبد الحفيظ. بعيدا بقى عن حته اهلي وزمالك، ده خلاه في حته تانيه يعني. وممكن يكون المنتخب موافق وسيد نفسه مش موافق. لكن الغريب والعجيب عزيزي صديقي المشاهد المتابع المحترم هو موقع كورابيا، كورابيا عيش الكورة، تحت إدارة الأستاذ وليد قاسم الصحفي الزملكاوي العتيد المتعصب للزملكاوية. قال لك بقى خاص، ثورة لاعب الزمالك تمنع سيد عبد الحفيظ من مهمة مدير المنتخب. الخبر ده بيزوي بس كده بالمناسبة عايز اقول لك انه غير صحيح على الاطلاق، لكن حتى لو كان صحيح ده خبر يدين لعبة الزمالك ويدين اتحاد الكرة اكتر ما يدين او يقلل من سيد عبد الحفيظ. ليه؟ لان مصر كلها عارفة مين صاحب الشخصية بتاعت الضبط والربط والانضباط، سيد عبد الحفيظ. مين اللي هيكره ان يكون في انضباط؟ ها، اللعيبة اللي بتسهر،
اللعيبة اللي مش عايزة حد يشكمها، اللعيبة اللي شايفة نفسها ومش متعودة على الانضباط. فده في إدانة لعيبة الزمالك أكتر ما هو في تقليل من شأن سيد عبد الحفيظ. أنا نقلت لك الصورة كاملة وقلت لك مين اللي هيوافق ومين اللي يرفض، لكن لعيبة الزمالك ملهاش حق. هما لعيبة الزمالك معلش يعني في مثل يقول لك إيه؟ عد غنمك يا جحا. هو لعيبة الزمالك كام واحد في منتخب مصر كل معسكر يعني؟ ثلاثة أربعة. وأنا عشان خاطر ثلاثة أربعة همشي كلامهم على بقية الفريق وعلى المنظومة كلها؟ أعتقد كلام خايب، كلام لا يرتقي إنه يكون واقع. عايز أقول، فاكرين يا جماعة لما انتقل فتيات الذهب من النادي الأهلي كان أربع بنات زي الورد راحوا نادي الزمالك؟ البنات دي كانت بتاخد مرتب في النادي الأهلي من 200 ل 250 ألف جنيه. نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور المشرف على ألعاب الصالات راح عرض عليهم مليون جنيه ويزيد، يعني ممكن توصل لمليون و200 مليون 300. وبالفعل في اربع بنات وافقوا على الانتقال لنادي الزمالك، منهم مايا ممدوح ومريم متولي ميتو. النهارده قلت لكم يومها وانا فاكر مش ناسي، اقتبست مقوله المهندس عادل القيعي لما قال مش مهم ان انا اتفق معاك اديك 500 مليون، المهم لما اتفق معاك على خمس قروش اديهم لك في الموعد المحدد بينا. واللي بيتفق مع الاهلي على حاجه بياخدها حتى لو ايه. فالنهارده مايا ممدوح، الاربعه عموما، مايا ممدوح على مريم متولي على بنت هنا حمزه على البنت الرابعه ما خدوش فلوسهم لمده سنه. وهشام نصر كان واضح وصريح في الجلسه بتاعتهم، قال لهم يا تروحوا تسحبوا الشكاوى بتاعتكم من اتحاد الطايره يا مالكمش حاجه عندنا، ومطرح ما تحطوا دماغكم حطوا رجليكم، حطوا رجليكم. النهارده مايا ممدوح اللي جوزها بالمناسبه باع الاهلي عشان يروح يلعب للزمالك عشان يبقى هو والمدام في فرقه واحده وفي نادي واحد عشان ياخد 7 مليون في السنه. مراته ما طالتش لا فلوس الاهلي ولا فلوس الزمالك ولا ربع العقد بتاعها مع الزمالك. فمايا ممدوح هربت وراحت تلعب مع الهلال السعودي وشاركت مع الهلال ضد النصر في السعوديه وتغيبت عن تدريبات نادي الزمالك بشكل مفاجئ بالرغم ان نادي الزمالك بيلعب في الدوري وعنده ماتش قوي قدام سبورتنج. الزمالك وإدارة الزمالك والمسؤولين عن ألعاب الصالات في الزمالك اتفاجئوا بالبنت بتلعب وبتوقع لنادي الهلال السعودي وهيتقدموا بشكوى ضد اللاعبة لاتحاد كرة الطائرة. وفي الطريق مريم ميتو، مريم متولي لأيضا تكرار هذا الأمر. عندهم كريستيانو واحنا صلاح يانو، صلاح محسن، صلاح محسن الصفقة اللي عملت دربكة وقلبان لما انضمت للنادي الأهلي من الأنابيب البترولية، صفقة في وقتها كان رقم ضخم جدا 40 مليون أو 39 مليون دفعهم السيد تركي آل الشيخ في الوقت دوت كمحب للنادي الأهلي قبل أن يكون رئيسا بعد ذلك شرفيا للنادي الأهلي. عايز أقول وبعد كده تم سحب الرئاسة الشرفية من قبل مجلس إدارة الأهلي. عايز اقول ان صلاح محسن لم يقدم ما يصل لربع المبلغ اللي اتدفع عليه ولا خمس ولا عشر حتى المبلغ اللي اتدفع فيه. شركة الكورة في النادي الاهلي على استعداد تام وكامل للدخول في التفاوض مع اي نادي يرغب في الحصول على خدمات صلاح محسن بيع نهائي. الراجل شايف صلاح محسن لا يرتقي انه يلعب للنادي الاهلي. لكن الغريب والعجيب إن لجنة التخطيط رجعت صلاح محسن من الإعارة عشان ينضم لصفوف النادي الأهلي. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.